السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أخبارك يا شيخنا؟ الحمد لله بخير. أستاذن حضرتك في سؤالين. سل. الأول حديث النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لتمم مكارم الأخلاق. نعم يحسن. هذا الحديث فيه إشكالية، حد يقول يعني والعبادات والعقائد. كل ذلك بعث له النبي. أنت مثلا بتقرأ كده ما وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والآية الأخرى إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه.